العراقي قوت قيادتنا ان شاء الله باذن الله ترجع الكره العراقيه زي اول ان شاء الله. هذا اللي نتمناه باذن الله تعالى من خلال ايضا مشاركه الكره الخليجيه في ان اليوم اخواننا العراقيين يلعبون في ارضهم المباريات الدوليه. اليوم احنا هذه ارضنا، احنا كخليجيين اولا هذه ارضنا، احنا جيناها، جينا نفرح هذا الشعب الجميل صراحه، هذا الشعب الكريم ليس مستغرب عليهم. ان شاء الله باذن الله نسمع الخبر رفع الحصار ان شاء الله باذن الله، وتكون كاس الخليج ان شاء الله موجوده في العراق ان شاء الله رب العالمين. اشكر الجميع على هذه، ارجع واقول اشكر حكومه قيادتنا السعوديه، قياده الامارات، شعب الكويت، اشكر الجميع على هذه الوقفه، اشكر الشيخ رئيس اتحاد الاسيا وحضوره بهذا المحفل الكبير. اشكر الجميع ان شاء الله باذن الله. شكرا حبيبي، شكرا. اذا متواصلين معك، هذا يوم تاريخي بالنسبه للكره العراقيه، اليوم نشهد هذا الحشد الجماهيري الكبير هنا في البصره. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، طبعاً نشكر الجانب السعودي على حضورهم، أعتقد مثل ما تفضلت جماهيرنا متعطشة لهيج مباريات على أرضنا، أعتقد مباراة كانت انطباع للجمهور أكثر مما هي فنية، لكن الحمد لله والشكر تشوف أنه العراق بلد آمن، ونتمنى تكون رسالة أنه للاتحاد الفيفا أنه رفع الحظر عن ملاعبنا، ونشكر الجانب السعودي مرة ثانية. المبروك على هذه الروح الطيبة وعلى هذا الأداء الجميل، وايضا على الحضور الجماهيري الكبير اليوم، صراحه عرس خليجي جميل في العراق. مثل ما تفضلت، الحمد لله والشكر، قلت لك احنا محتاجين الى هيش اجواء جمهورنا، يعني من فتره طويله احنا نلعب خارج بلادنا، اعتقد هاي المباراه لهم يشوفون لاعبينهم على ارضهم، وان شاء الله دوم الافراح لشعبنا. اشكرك. مهدي كريم، نجم من نجوم المنتخب العراقي، اعتقد ان اليوم المشاركه طيبه، وانتم واحد من نجوم المنتخب العراقي اللي صراحه ابدعونا بفنهم ولعبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكم وقدومكم وحضوركم للعراق بلدكم الثاني. اعتقد اليوم الحدث المهم والكبير اللي حصل في العراق في الرياضه العراقيه ومع المنتخبين العراقيين هو الفوز بحضور الفريق السعودي، ليس النتيجه مهمه، لكن انه الفوز بحضور اشقائنا العرب السعوديين. اتمنى ان يكون كانت ضيافه مميزه للفريق العربي السعودي واخواننا الاعلاميين، شكرا جزيلا لكم، ساهمتوا في جزء بسيط عن رفع الحظر عن ملاعبنا العراقيه. اتمنى اليوم الاستقبال كان حافل للفريق السعودي، نتمنى انكم تساعدونا في هذا الموضوع، تنقلون صوره طيبه عن الجمهور العراقي، عن الملاعب العراقيه، حتى يرفع الحظر عن ملاعبنا. اليوم كإماراتيين أيضا سعداء صراحة، يعني اليوم أنا أمثل الإعلام الإماراتي متواجد في البصرة، هذه أصلا كانت أمنية أني أكون أتواجد في العراق بشكل عام. أخواننا الخلايجة ما قصرتوا معانا اليوم، كلكم حضرتوا شاهدتوا هذا الحدث الكبير، لي الشرف الكبير أنه أعتزف في هذه المباراة أمام هذا الجمهور الكبير وأمام فريق عربي سعودي. قلت لك أنه الاحتفالية شفتوها بعيونكم اليوم، نتمنى من اخواننا اللي موجودين بالاستوديو ان ينقلون هذه الصوره المميزه. لا شكرا. اذا زميلي مشعل القعطاني، اجواء هنا في البصره من خلال هذه المباراه، هي ليست مباراه، هي اليوم محبه، هي اليوم مشاركه اخواننا العراقيين صراحه من خلال هذه المباراه الجميله، هذه المبادره الجميله من ايضا المملكه العربيه السعوديه اللي بالفعل اعطت اليوم درس كبير في ان اليوم المملكه العربيه السعوديه لها دور كبير في المجال الرياضي وفي كل المجالات، بان لما تامر السعوديه تكون هناك اوامر صادره من قبل الحكومه.